من يوم ما خليت بقلبك، من يوم بقلبك خليت السبيحة معك، مثل ما وعينا عدنا لقينا قلعتها فيها السبيحة ببقلبك موجودة فيها من وعيتنا. هاي السبيحة معلم بقلبكية بتتميز انه كل شغلها على الايد، يعني لا بنستعمل عجانة ولا بنستعمل رقاقة ولا بنستعمل قراصة، كله على الايد. عندك نوعين، عندك السبيحة الحيدرية وعندك السبيحة المطعمية. هيدي الحيدرية أسسوها عيلة من بيت حيدر من أساس بعلبك، هيدي لعيلة عريقة ببعلبك يعني قديمة أيام العثمانيين وغيره، طرحوا قصة السبيحة البعلبكية الحيدرية. أما العجمية مطعمية يعني نحن منقولها ببعلبك، تتميز إنه بتيجي كبيرة. أيوة هيدا الفرق، بس تكون معلم السبيحة هيدي مسكرة على جناب بتحافظ على طعمتها، على البهارات، على الملح، على البندورة، بس تكون مفتوحة بتنشف، ما بتقعد تستطعم غير باللحم. مثل ما وعينا عدنا لقينا قلعتها فيها السبيحة ببعلبك موجودة فيها من وعيتنا، ومش من وقتنا نحن، من اللي قبلنا واللي قبلنا كمان.